أهلا بكم من جديد. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في المؤتمر الذي عقده الاتحاد اليوم، قال إن المرسوم الصادر حول إرساء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة لم ينبثق عن تشاور أو اتفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلعات. وأضاف أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها. ونجدد رفضنا لأي حوار شكلي متأخر متعجل تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتفرض فرضا وتقصى فيه القوى المدنية والسياسية الوطنية، فضلا عن أنه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدية ويراد منه تزكية نتائج معدة سلفا يتم إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوة وفرض الأمر الواقع. ونعتبر الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد 10 أشهر من الانتظار والرفض والتردد وبالطريقة المضمنة في المرسوم أعلاه غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها، بل سيعمقها ويطيل أمدها إلى حد تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة. ولذلك فإن الاتحاد العام التونسي للشغل بكافة هياكله يرفض المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم. بدوره دعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التنازل من أجل مصلحة الوطن لإخراج البلاد من المأزق الراهن. وأوضح الطبوبي أن المرسوم الذي دعا إلى تشكيل هيئة استشارية لا يرتقي إلى ما تعيشه البلاد من أزمات متعددة ولا يرتقي إلى رسم مستقبل التونسيين. نطمح إلى حوار تشاركي فعلي قادر يخرج البلاد من المنزلقات اللي هي فيه. أما اليوم معناها اليوم في المغالبة أو في معناها نتجاهل معناها المكونات الرئيسية في البلاد والفعلة في البلاد من تنظيمات سياسية ومدنية واجتماعية، والشاطر نقول ديما اللي خمم في مصلحة البلاد وفي النجاح. هل اليوم اللي طرحناه في الليلة الدارية هذا الحوار بهذه الشاكلة وهذا الاستفتاء مش يفض مشكل تونس ولا ما يزيد من تعقيدات؟ هذا المهم بيدو. احنا حبينا ان بلادنا نطمح الى الافضل. ورساله اخرى نقول الرساله دي للسيد رئيس الجمهوريه التنازل والمراجعات في الاتجاه الايجابي ومن اجل مصلحه الوطن. وللنقاش ينضم الينا عبر الانترنت من تونس القيادي بحركه النهضه السيد نور الدين البحيري. احييك سيد البحيري، كيف تقيمون موقف اتحاد الشغل؟ أهلا بك. كيف تقيم موقف اتحاد الشغل من رفضه الحوار مع رئيس الجمهورية بهذا الشكل؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن على يقين أنه ما يدعو إليه السيد قيس سعيد ليس حوارا ولا هو محاولة لإخراج بلاد من أزمتها والوصول إلى حلول تحمي وحدة الدولة التونسية واستمرارها وتحمي تونس من الفتن ومن الدعوات الكراهية التي يطلقها يوميا السيد قيس سعيد. ما يسعى إليه السيد قيس سعيد المنقلب على دستور تونس منذ 25 جويلية هو محاولة فاشلة لإضفاء حد أدنى من الشرعية على انقلابه. وموقف الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم ينسجم مع وهو مطلوب من احدى المنظمات النقابيه الكبرى من انحياز بالدستور وانحياز للقيم وانحياز لحق التونسيين في الحياه الكريمه. الانقلاب دمر في تونس كل ما هو جميل. عفوا سيد البحيري للمقاطعة، لكن حتى تكون الصورة واضحة، موقف اتحاد الشغل أيضا واضح. نعم هو يرفض هذه الطريقة والتعامل وطريقة الحوار مع رئيس الجمهورية، لكن في نفس الوقت
يرفضكم ويرفض العودة لما قبل 25 من يونيو وهذه المنظومة السياسية التي كنتم على رأسها وكانت تحكم تونس لعشر سنوات ويراها يعني يعني عشرية سوداء. طيب نحن نتفق مع الاتحاد لعمة تونس الشغل أنه ما يقوم به الآن قيس سعيد هو محاولة تفكيك الدولة التونسية، قد قالها السيد نور الدين طبول بشكل واضح، وأن ما يسعى إليه السيد قيس سعيد ليس حوارا جديا من أجل حل مشاكل تونس، من أجل توفير حق التونسيين في الحياة الكريمة، من أجل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تواجهها تونس والتي أدت بها إلى الإفلاس وتهددها بمجاعة خطيرة وخطيرة جدا لم تعرفها منذ 1945. ما نحن نتفق مع الاتحاد لعمة الشغل أن ما يقوم به الآن السيد قيس سعيد طريق خاطئ ومسدود، لن يزيد الأوضاع إلا تعقيدا، ولن يزيد الأوضاع إلا بؤسا، ولن يزيد الأوضاع إلا خطورة، وهو محاولة لدفع البلاد نحو مستنقع العنف ومستنقع التقاتل ومستنقع الإفلاس ومستنقع الجوع. نحن نتفق بذلك بترك النظر عن تقييمنا لما قبل 25 جويلية، ونحن نقول إضافة إلى ذلك أن الذي انقلب على الدستور يوم 25 جويلية وحنث باليمين وخان عهوده وتعهداته للشعب التونسي ففقد شرعيته الدستورية، يفقد اليوم مشروعيته التي حاول اكتسابها. طيب. من خلال وعود ثبت زيفها لأنه لم يحقق أي وعد من الوعود التي وعدت تونس. تونس اليوم في المراتب الأخيرة في موضوع الحقوق والحريات، تونس اليوم في المراتب الأخيرة في موضوع حرية الصحافة. طيب. تونس اليوم في المراتب الأخيرة يعني طبعا هذا معلوم سيد البحيري، عفوا للمقاطعة، هل أنتم في النهضة تفكرون في إحداث تقارب ما أو حاولتم خلال الفترة الماضية في التقارب وجسر الهوة مع اتحاد الشغل ومع قياداته أم لا؟ لم يحدث هذا الأمر. نحن في الحقيقة نعتقد أنه مقاومة الانقلاب والعودة للحياة الدستورية العادية وإنقاذ تونس خاصة من مخاطر الإفلاس والمجاعة واحترام حق الشعب التونسي خاصة الطبقة الشغيلة والمستضعفين والمحرومين والعائلات الفقيرة حقها في الحياة الكريمة وفي الأدنى الاجتماعي من ماكل وملبس ومشرب وعلاج، أعتقد أن هذا الجهد يجب أن يكون جهدا وطنيا، ونحن نعتبر أن وضع حد للانقلاب وإنقاذ تونس من الكوارث التي تتهددها بفضل هذا الانقلاب لا يمكن أن يكون دور حزب حتى وإن كان اسمه حزب النهضة ولا شخصا ولا فئة، بل هو عمل وطني الاتحاد العام التونسي للشغل طرف معناها هام وحاسم فيه باعتباره منظمه نقابيه مثله ومثل بقيه المنظمات النقابيه سواء كان نقابه الاعراف ونقابه فلاحين او غيرها ونقابه محامين او غيرها من النقابات، وكذلك معناها دور الاحزاب ودور المنظمات ودور الشخصيات الوطنيه. اعتقد ان في تونس اليوم حتى تنجو من مخاطر التفكك وحتى تنجو من مخاطر اسقاط الدوله وانهيارها على كل التونسيين منظمات وأحزاب وجمعيات وشخصيات ومجتمع مدني أن يوحدوا جهودهم وأن يقفوا صفا واحدا من أجل إيجاد بديل عن سلطة الانقلاب ومن أجل إيجاد بدائل اقتصادية واجتماعية تقدم حلول للتونسيين تتفادى أخطاء الماضي وتتفادى نقصه وتحمي تونس خاصة من الكوارث التي أدى إليها الانقلاب كما تحمي المنطقة وتحمي العالم مما شكرا. يمكن أن يؤدي إليه تفكك الدولة التونسية وانهيارها. نعم، السيد نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة التونسية كنت معي عبر الإنترنت، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا عبر الإنترنت من باريس السيد فتحي الورفلي الأكاديمي والناشط السياسي التونسي، كما ينضم إلينا عبر الإنترنت من تونس المحلل السياسي صلاح الدين القروشي. أحييك سيد صلاح، ودعني أبدأ مع سيد الورفلي. الرئيس كالعادة يوميا على ما يبدو يفقد الكثير ممن كان يناصره، ممن كان يقف وراءه فيما يخص الإجراءات الاستثنائية في قبل 10 أشهر، وبالتالي دائرة الرئيس أصبحت محدودة للغاية بسبب ما يرونه من أنه رجل لديه مشروع سلطوي واستبدادي، يعني على الأقل ينهي كل الثمار التي حصدتها تونس بعد ثورتها في العشرية الأخيرة. أليس هذا صحيحا سيد الورفلي أم لا؟
مساء النور، تحية إليك وإلى كيف طاقم قناة الجزيرة. نعم، ليس بصحيح، ليس كل بعد لهذا التهويل. اليوم مسار 25 جويلية هو مسار تصحيحي للمرحلة الانتقالية في تونس، هذا أمر محسوم فيه. هناك فعلا أخطاء لرئيس الجمهورية وهذا لا شك فيه. نعم، قد نقولها بشكل واضح، نحن مع تصحيح مسار 25 جويلية في المرحلة القادمة. الرئيس فشل في الكثير، ليست مهمته الآن إنجاز دستور جديد، ليس مهمته الآن يعني المهمة الأولوية اليوم هي إنقاذ التونسيين في هناك، معناتها مسألة اجتماعية بحتة. واليوم رأينا الاتحاد العام التونسي للشغل هو الذي رفض هذا الحوار الذي مزمع مخرجاته مسبقا. هناك يعني هناك مناورة من طرف رئيس الجمهورية التونسية الرئيس قيس سعيد، وهناك مناورة أخرى من طرف الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل. هناك يعني الكثير مفاوضات، ليس رفض اليوم الهيئة المديرة للاتحاد العام التونسي للشغل. ونقولها دائما أن الاتحاد هو حجر السماء في البلاد التونسية، ليس بغض النظر أنه اليوم الاتحاد لصالح حركة النهضة في هذه المرحلة. ونرد على بتعقيب على السيد أبحيري، حقيقة نقول له تونس ليست مقبلة على مجاعة كبيرة من حيث هذا الشكل، ليس هو الأمر. قال أن تونس مقبلة على مجاعة مثل عام 1945، هذا معناته مبالغ فيه جدا. تونس هي مطمور روما عبر التاريخ، تونس فيها الخيرات. حتى لو كانت هذه مبالغات من السيد البحيري، لكن التقارير الدولية للحقيقة في منتهى الخطورة في توصيفها للوضع التونسي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. حتى تونس تبدو خسرت معظم حلفائها الخارجيين أو المؤسسات الدولية في التعاطي والتعاطف معها. نعم، سأرد عليك بنقطتين. اليوم رئيس الحكومة نجيب بودن في مؤتمر دافوس في أوروبا في سويسرا، اليوم يعني لم تقصي تونس، هناك يعني عودة إلى الحوار الوطني. نحن ما لسنا مع هذه المخرجات الحوار. وأذكر أنا رئيس حزب تونس بيتنا، أنا لم أتلقى دعوة من رئاسة الجمهورية لحد الآن. نحن لا ندعم رئيس الجمهورية، وقلتها في هذا البرنامج، لن نعطي رئيس الجمهورية سكن على بياض ليفعل ما يريد. هناك أخطاء للرئيس وأخطاء فادحة، وأولها التسريبات مدير الديوان الرئاسي السابق. الرئيس عاجز على تحسين قصره فيما بالك في هذه المرحلة أنه يدير البلاد من حيث هذا المضمون والشكل. نعم، نحن مع تصحيح مسار 25 جوليا، مع الفترة الانتقالية بدقيقة، بأمور دقيقة ودقيقة جدا، مع المحافظة من أهل البلاد. لكن نحن نقول دائما الاتحاد هو كيان معناتها مهم جدا في الفترة الانتقالية الجديدة، وخاصة في موضوع يعني الحوار الوطني الرباعي. ابقى معي سيد الورفلي حتى لا أغيب أكثر من ذلك على سيد صلاح الدين. سيد الجروشي، الموقف الذي اتخذه اتحاد الشغل اليوم من مقاطعة حوار الرئيس، وموقف الاتحاد كان واضح، يرى أن ما يقوم به الرئيس هو مزيد من التأزيم للأوضاع في تونس. ما الذي يعني هذا الموقف؟ كيف سيكون انعكاساته على الوضع السياسي برمته في تونس من وجهة نظري؟ شوف، الرئيس قيس سعيد وضع لنفسه مجموعة من الأهداف، ولكنه في مستوى التطبيق اختار منهجا وأسلوب عمل يتناقض في الكثير منها مع تحقيق هذه الأهداف. ولذلك رئيس الجمهورية هو أبعد ما يكون عن كسب الرأي العام وكسب العمال واتحاد الشغل مثل هذه الفترة. لأنه ماذا فعل رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية قال بأنه سيجري حوار، ولكن هذا الحوار ألغى فيه أو نفى فيه أن تكون هناك أي مشاركة لأحزاب سياسية، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة لمسار 25 جويلية. ثم رئيس الجمهورية يسعى بكل قوة لعدم مشاركة فعلية للمنظمات الرئيسية في تونس بثقلها التاريخي والاجتماعي وحتى السياسي. وبذلك كان من الطبيعي ومن المنطقي أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيرفض مثل هذا الحوار ولا يرى فيه حوارا أصلا،
وإنما يرى فيه تنفيذا لأجندة الرئيس بشكل فوقي وبشكل تعسفي، مما سيجعل هذه المبادرة يعني علامات الفشل واضحة فيها. وبالتالي في الحقيقة الرئيس الجمهورية يعزل نفسه يوم بعد يوم بسبب هذه الاستراتيجية التي اختارها لنفسه، والتي تتناقض تماما مع فكرة تشريك المواطنين التونسيين من خلال منظماتهم وأحزابهم الرئيسية، وثانيا من خلال إسقاط أجندة في الحقيقة لا تتطابق تماما مع الواقع، لأن الواقع الآن هو أزمة اقتصادية طاحنة مرشحة لكي تزداد استفحالا في المرحلة القادمة. وفي اعتقادي حتى لو أنجز رئيس الجمهورية دستوره فإنه لن يفيد شيئا المواطنين في هذه المرحلة بالذات. لكن اسمح لي سيد صلاح الدين، الرئيس على ما يبدو لا يأبه لمثل هذه الأمور، سواء من قبل اتحاد الشغل أو غير اتحاد الشغل، ويسير في خطه إلى النهاية رغم كل ما يلاقيه من رفض، ورغم حتى ترك حلفاء كانوا له يوما ما داعمين. إذن الرئيس الخريطة واضحة في ذهنه، يسير عليها ولا يأبه لأحد، أليس هذا صحيحا؟ سينفذ في النهاية ما يريد؟ صحيح، هذه هي استراتيجية الرئيس، وهذا وهذه النهاية التي ستكون عليها برنامجه الذي يعتمد عليه. يعني ما معناها النهاية؟ معناها أن رئيس الجمهورية يريد أن يبني حكما فرديا، وهو يعتبر نفسه المشرع لذلك، ويعتبر نفسه صاحب رسالة، وبالتالي ما يقوم به يعتقد بأنه هو الحق، وهو الذي يجب أن يكون في صالح المواطنين وفي صالح الشعب التونسي. أما بقية الأطراف فهي لا تهمه ولا يأخذها بعين الاعتبار ولا يأبه لها. ولكن في نهاية الأمر ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أن الرئيس سيواصل طريقه بعزلة كاملة عن القوى السياسية والاجتماعية، عن المنظمات الرئيسية، عن جزء كبير من المواطنين، لأن التونسيين الآن غير مدركين أو غير مستوعبين قصة الاستفتاء على دستور سينجز في حوالي 10 أيام، وبمساهمة أساتذة مع احترامي لهم في الحقيقة ليسوا بعلاقة حوارية دائمة ومستمرة مع المواطنين ومع القوى الفاعلة في البلد. وبالتالي سيكون دستور شبه جاهز، سيكون دستورا مسقطا، ولن يتفاعل معها المواطنون. صحيح الرئيس الجمهوري سيبقى يحكم، ولكن بمن يحكم ومع من يحكم، وما هي قدراته وبرامجه وتطلعاته لتغيير نوعي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى على المستوى السياسي، لأن القوى السياسية التي هو يقصيها ستعود إليه من الشباك وستحاول أنها تتصدى له بطرق سلمية طبعا وبطرق ديمقراطية، ولكن الأزمة السياسية ستستمر والاستقرار السياسي سيكون شبه مفقودا في تونس. من المفترض أن يكون معنا السيد صبري الزغيدي الصحفي بجريدة الشعب التابعة لاتحاد الشغل معنا عبر الهاتف. بالفعل السيد الزغيدي أحييك. ابتداء، هل تعتقد أن الإجراء الذي قام به اتحاد الشغل اليوم من رفضه لهذا الحوار الذي طرحه الرئيس وهذه الآلية التي يتعامل بها، من الممكن أن يفرمل يعني هذه العجلة الدائرة من قبل رئيس الجمهورية في إجراءاته منذ 10 أشهر حتى الآن، أم لا؟ أم أن الرئيس لن يأبه لاتحاد الشغل من الأساس كما لم يأبه لآخرين رفضوا إجراءاته؟ هو للأسف الشديد الاتحاد العام التونسي للشغل اتخذ مثل هذا القرار بعدم المشاركة، لأن الاتحاد كان منذ 26 جويلية الفارط، منذ السنة الفارطة ينبه ويدعو رئيس الدولة أن أي خلاص للبلاد، أن أي إصلاح اقتصادي واجتماعي وسياسي يجب أن يكون وفق رؤية تشاركية حقيقية وليس حوار شكلي. الصيغة الحالية التي قدمها رئيس الدولة هي صيغة شكلية سورية لا إلزام على مخرجات الحوار، إذا كانت هناك مشاركة بطبيعة الحال ليس هناك إلزام على رئيس الدولة أن يطبق تلك المخرجات، لذلك تحفظ الاتحاد وقرر عدم المشاركة فرضا عدم تشريك الأحزاب السياسية. المرسوم عدد 30 الأخير للهيئتين التي نصبهما رئيس الدولة تؤكد استشارية أشغالها، يعني مهما كانت مخرجاتها رئيس الدولة ممكن أن يقبلها وممكن أن
أن لا يقبله، وهذا يرفضه الاتحاد، لأنه نادي الاتحاد يعتبر أن أي إصلاح يجب أن يكون وفق رؤية تشاركية حقيقية ووفق منهجية توافقية حقيقية تطرح على الطاولة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. عفواً سيد صبري، هذا واضح، أنا فهمت ذلك جداً، وحتى نحن طرحنا في تقريرنا في البداية، لكن سؤالي، الرئيس هل سيستجيب لاتحاد الشغل؟ هل سيأخذ خطوة اتحاد الشغل مأخذ الجد ويتعامل معه بجدية ويغير من قناعاته أم لا؟ يعني توقعاتك. يعلم رئيس الدولة أن أي خيار أو أي حوار أو أي مقاربة لا يكون فيها الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات الوطنية سيكون حوار، يعني حوار شكلاني، حوار لا فائدة منه. لذلك الاتحاد اليوم عن طريق على لسان الأمين العام دعا رئيس الدولة صراحة إلى المراجعة، إلى عدم المكابرة، إلى التنازل والتناوس. قالها الأمين العام من شيم كبار، لما لا أن رئيس الدولة يراجع نفسه ويكون ويؤكد أو ويلزم على أن يكون الحوار حوار حقيقي شامل أفقي وليس عمودي، تكون مخرجاته ملزمة للدولة التونسية في ظل وضع اقتصادي واجتماعي رديء. أستاذ محمد، نعم هو يعني أنا لضيق الوقت كنت أتمنى أن يكون هناك متسع من الوقت للمزيد من النقاش حول هذه النقطة، لكن تعودنا أن الرئيس حتى في تونس لم يأبه لمثل هذه الخطوات في الفترات السابقة. للحديث بقية بإذن الله. شكرا جزيلا سيد صبري الزغيدي الصحفي بجريدة الشعب التابعة لاتحاد الشغل، كما أشكر المحلل السياسي السيد صلاح الدين القروشي كان معي عبر الإنترنت من تونس، ومن باريس أشكر السيد فتحي الورفلي الأكاديمي والناشط السياسي التونسي.